هاشتاج كده. هاشتاج صباحيات. بصوا يا جماعه بصوا حنفي هيفطر ايه النهارده يا جماعه؟ 25 نوع بسبوسه موجودين في بسبوستي في مدينه نصر عند كوبري التامين الصحي. دي المدلعه قوي. المدلعه قوي اللي هي بسبوسه وكنافه وقشطه وفستق. روح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الشامي يحدثكم صباحا من مدينة نصر، ومش لوحدي، لا معايا حنفي. انت بتعمل ايه في دقنك؟ با 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 بتصرحها؟ هندمها. بتهندم دقنك؟ هندمها. عامل ايه يا عم حنفي؟ هتفطرنا ايه على الصبح؟ لا بقى ده انا هروق عليك ترويقة انت ما تتخيلهاش. فول وطعمية وكده؟ لا. فطار تقليدي؟ لا. كباب وكفتة؟ حد بيفطر كباب وكفتة؟ بقول لك اهو. لا احنا هنبدا اليوم بالتحليه. حلو. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان في عندنا 25 نوع كنافه النهارده في شارع الطيران عند كوبري التامين الصحي في مكان اسمه بسبوستي في مدينه نصر. عنده 25 نوع بسبوسه، انت متخيل؟ كده اسمه بسبوستي. انا عن نفسي اتطلع شوقا ان انا عايز اشوف ايه ال 25 نوع. لا كده هتلاقي بقى بسبوسه باللوتس. انا بحب ده اللوتس. اساسي ما انت عارف مصر كلها بتحط اللوتس على كل حاجه. بس ستيل برضو بسبوسه السادة. فاضل 18 نوع بسبوسه ساده. بس يلا 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 يا جماعه يلا بينا. وصلنا يا جماعه عند بسبوستي. بسبوستي ده ادي كوبري التامين الصحي قدام الطلعه بالظبط. لو انت جاي من ناحيه صلاح سالم ورايح ناحيه جوه مدينه نصر قدام الطلعه بالظبط هتلاقوا بسبوستي. الناحيه الثانيه البنك الاهلي. بيتهيألي كده احنا ايه ده شارع الطيران طبعا اللي ما يعرفش في مدينه نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا سيد حنفي. اتفضل يا سيد حنفي. بص كميه الحاجات اللي على الازاز غريب. يعني رمضان بقى كل سنه وانت طيب. بس هو بيقول لك ده الطبيعي بتاع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ استاذ مصطفى ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ السلام عليكم. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يكرمك. كلك ذوق. الله يكرمك. ازيك يا استاذ مصطفى؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ سلم على الرجاله. ازيكم يا رجاله؟ معلش احنا قلنا نيجي بدري كده بقى ان هنفطر بسبوسه النهارده. ايه حكايه يا باشا ال 25 نوع بسبوسه اللي انت بتقول لي عليهم دول؟ احنا لاول مره في مصر بنقدم 25 نوع بسبوسه. طب نزل الكمامه بس عشان الناس تعرفك، عشان لو عملت اي حاجه غلط بعد كده الناس تيجي تقفشك تعرف تجيبك. حبيبي يا باشا. حبيبي احنا بنقدم 25 نوع بسبوسه ما شاء الله. اول مره في مصر. بدنا نمتاز بحاجتين مهمين جدا، ان ال 25 نوع الفليفرز فيهم كلها مختلفه عن بعضيها. يعني الكتكات كتكات، الاوريو اوريو، الجالاكسي جالاكسي. يعني من الاخر كده هي بسبوسه بتحط على وشها حاجه فبتبقى. لا نختلف شويه عن البسبوسه المصري. البسبوسه المصري البيز بتاعتنا معروفه، لكن دي بسبوسه حاجه كده ميكس ما بين التركي والخليجي. فالميكس دوت بنعمله كله حشوات داخليه وخارجيه، حتى نسبه السكر فيه بتبقى قليله جدا، ودي اهم حاجه احنا بنمتاز بيها. طب معلش سؤال بقى، حضرتك اصلا يعني انت من بيتكم او عيلتكم حلوانيه او حاجه او كده ولا؟ لا انا كنت فاتح يعني الفكره ديت. البروجكت ده كان بره مصر اصلا الاول. تمام. وبعدين نقلناه وطورناه هنا جوه مصر. يعني حضرتك بتشتغل في مجال تاني اصلا، وده دخلته أصلاً مثلا من كذا سنه وبدات تطور فيه يعني. تمام. ما شاء الله. طب بلاش بقى انا في مفطرش. طيب هيبدا يعمل لنا قلق دلوقتي. يلا بينا يا كبير. تعالى بقى كده من اول البنك كده نشوف. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بص يا جماعه بقى الحاجه دي بسبوسه ساده مصري. المصري دي عارفها دي احلى حاجه. ودي البندق. ودي البندق. حلو. ندخل بقى على البسبوسه الجالاكسي. جالاكسي دي بسبوسه طبعا من تحت ومن فوق بسبوسه، ومن نص طبقه شوكولاته جالاكسي، ومن فوق متفنشه جالاكسي زي ما حضرتك شايف. حلو. نيجي بعد كده على البسبوسه التوفي. توفي انا ممكن اجرب دي هتبقى حلوه. وفي توفي بس مش لوتس. لا توفي لسه. حلو. اللوتس جايين عليهم. حلو. في بعد كده عندنا البسبوسه السينابون بقى للناس اللي بتحب القرفه. ده انا بحب القرفه جدا. القرفه والكريمه بتاعتها. ودي نوتيلا. النوتيلا طبعا نوتيلا. تمام. عندنا بسبوسه اللوتس اللي هي اللي جوه. تمام. دي بتخدم من جوه حشو لوتس، ومن فوق بسكويت لوتس واللوتس المجروش بتاعها. تمام. ودي البسبوسه الكنافه دي العظمه بتاعتنا. دي طبقه بسبوسه من تحت، النص طبقه قشطه، ومن فوق كنافه، ومن فوق فوز وزعنا. دي بقى احنا اللي دلعنا المدلعه. دي مدلعه بس 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 دلعنا عظمه مع رافعينها شويه. ماشي. حلو. ده ايه ده اللي شكلها حلو دي؟ دي بسبوسه بالنسله. دي بتبقى بسبوسه واخده حليب مكثف من فوق. حلوه دي شكلها تبقى حلوه دي. دي بسبوسه بالكندر الوايت شوب طبعا، بتبقى واخده من جوه كندر. من فوق كندر. حلو. وايه دي؟ دي بسبوسه قشطه باللوتس. قشطه باللوتس. باللوتس تمام. تمام. دي بسبوسه بيستاشيو ديت صوص الفستق، واخده من نص حشو قشطه، ومن فوق صوص فستق وفستق مجروش. عندكم شاي؟ عندنا شاي. اهم حاجه دي بسبوسه بقى بالجبنه الكيري.
حلوه تمام. الناس اللي عايزه تتحدى بقى حلوه دي. وهنا دي عندنا بسبوسه بالكوفي جوي، الناس اللي بتحب القهوه. لا حاسس مش انا، انا مش دعوه بموضوع القهوه ده خالص. دي هنا بقى البسبوسه ده، ده ده, ده رز معمر بالبسبوسه. هي تحس ان هي رز معمر ولا ده مش رز معمر؟ دي بسبوسه قشطه بس هي رز معمر بقى. يعني بسبوسه قشطه واخده القشطه بتخش الفرن. اه بتخش الفرن. قال لك ده رز معمر بالبسبوسه. اه يعني تحسه كده والله. ودي بقى بسبوسه انا اسمي جوه مكتوب. ده ايه ده يا باشا؟ ده دي بسبوسه ريد فيلفت. بسبوسه بسبوستي احلى مع الشامي. معلش يا حنفي خرجت منك المره دي. لا لا ما انا هاكل، احنا اخوات يعني. ده ايه بقى؟ دي بالريد فيلفت. دي بالريد فيلفت جواها ريد فيلفت حشو قشطه وواخده ريد فيلفت، واخده ريد فيلفت فوق. ما شاء الله حلو ده يا باشا، ربنا يكرمكم. دي اوريو بقى. اوريو. ودي ايه اللي جوه دي؟ دي كرانشي. كرانشي بالفراخ. بالفراخ سنيكرز. ودي قرفه وتمر. حلوه قوي دي، هتبقى برضه السادة. ما شاء الله. بس دي ساده غير الساده المصري. غير الساده المصري، دي الساده التركي. ساده التركي. اوكي ماشي. ودي هنا كيت كات. تمام. وهنا دي بقى انواع كنافه بمناسبه رمضان. من داخلين 8 اصناف كنافه: كنافه بالنوتيلا، كنافه بالكندر، كنافه بالقشطه، عثماني ساده، عثماني مانجا، كنافه ساده، كنافه قشطه. انا بدا يجي لي يعني. اه والله. طب سؤال بقى، احنا بنبيع ازاي؟ يعني بالكيلو ولا يعني؟ انا شايف ان انتوا عاملين اعداد وعاملين، بتقولي في مشاريب وفي كده. عندنا كل حاجه يعني. انا ممكن اجي اخد مثلا. تقدر تاخد كيلو مشكل من كل الاصناف دي كلها. تمام. ده كده بالكيلو. تقدر تاخد نص كيلو، تقدر تاخد ربع كيلو. لو انت عايز حاجه تيك اواي انت واصحابك في العربيه، ممكن تاخد حاجه تيك اواي ب 30 جنيه ومعاها كوفي. هو الاسعار ايه طيب؟ ده الكومبو. الكومبو بسبوسه دلوقتي. استنى بس، قول تاني كده معلش. يعني ممكن تاخد حاجه تيك اواي كده، ممكن تاخد حاجه زي كده. تقدر تشكل فيها 5 أو 6 اصناف من الانواع اللي عندنا، سعرها 30 جنيه، وتاخد معاها قهوتك او الشاي بتاعك وتاخدها معاك في العربيه على طول. حلو قوي الكلام ده. يعني انا معدي بالليل. انتوا بتقفلوا الساعه كام؟ بنفتح من الساعه 9 لغايه الساعه 2 بالليل. من 9 الصبح ل 2 بالليل. بالظبط. ما شاء الله. طيب الاسعار عموما بقى، عندنا الاسعار بالنسبه للساده المصري سعرها 80 جنيه، البندق المصري سعرها 100 جنيه، وكل التركي الحشوات كلها سعرها 160، وبالنسبه للساده التركي سعرها 110. 110. والكنافات عندنا سعرها 120 والساده 80. والميكس بقى اقدر اعمل ميكس في اللي انا عايزه. الميكس من كل حاجه. تقدر البوكس بياخد 25 قطعه كيلو. يعني كده احنا نقدر ان احنا دخلنا في حقبه جديده، ان كريست السكر مش لازم تيجي من نوع واحد. يعني ممكن نخش نخبط ونشكل عشان الكريزه يعني. كمان احنا نقطه مهمه جدا، ان الباكينج بتاعنا يعني هو مش باكينج حلويات، هو باكينج مجوهرات. ده الباكينج بتاعنا. ما شاء الله ما شاء الله. ممكن بقى بالمره بقى ما دام احنا جينا عند الباكينج كده، واخد بقى بس كده حاجه. بصوا يا جماعه بقى، 29 شارع الطيران مدينه نصر امام بنك عوده والبنك الاهلي المصري. انتوا بتوصلوا؟ بنوصل. بتوصلوا فين بقى؟ بنوصل مدينه نصر مصر الجديده، التجمع المقطم المعادي. حلوه قوي. ارقام التليفونات 011-407-524 و100-393-07-35 و022-22-62-78-31. قبل التامين الصحي، قبل الكوبري بتاع التامين الصحي بالظبط بقى، لان بقى في كوبري كان زمان الدنيا. كيلو نص ربع. كيلو نص ربع. وفي عندنا بس ده احمد يعني مش عايزه ده. الربع لسه خلاص ده. يلا بقى ندوق. ندوق بقى. عارف عايز انت اللي هو تحط عليها المزيك اللي هي فيروز، عارف الحاجات اللي صباحيات. صباحيات دي. اه كده هاشتاج صباحيات. بصوا يا جماعه، بصوا حنفي هيفطر ايه النهارده يا جماعه؟ 25 نوع بسبوسه يا جماعه مختلفين. كل سنه وانتم طيبين بقى. رمضان موجودين في بسبوستي في مدينه نصر عند كوبري التامين الصحي. اللي والله لساني عاجز عن الكلام. بص بقى انا هقول لك على حاجه، عشان هي ما بتتاكلش كده وخلاص. ما تتاكلش اوانطه. لا اه هي في تكنيك. احنا ناخد نسخن الاول، يعني ايه الرشفه تسخن وبعد كده تخش على الحلو. سخن انت. خد فوزو. خدت بايه؟ محشيه فوزدو. فوزدو يبقى بسبوسه لونها اخضر. أوه. طب حنفي، ما احنا ممكن نقسم يعني يا حنفي. ما انت مش هتاكل كل واحد. تيجي نقسم الامر. لا يا باشا ما انت كده انت يعني. طب انا هاخد الجبنه، انا عايز ادوقها بصراحه، شغله بالي. بسبوسه بالجبنه الكيري يعني. بصوا بسم الله الرحمن. شكلها حلو قوي الصراحه. العظمه جبالك. انا هدوق الرز المعمر. معلش. لا بقول لك ايه، بص اللي بالجبنه دي اختراع. بسبوسه بالقشره. لا هو البسبوسه السكر فيها خفيف ولا بتهيألي ولا ايه؟
ايه ده؟ خلونا نتكلم إيه عن اول حاجه عشان نبان الموضوع، ندوق البسبوسه العاديه المصري بتاعتنا. هنجيب الايه البسبوسه ام ايه بندق الجميله بتاعتنا المشهوره اللي هي بتاعت رمضان دي، اللي هو بعد ما تفطر كده ايه بقى تقعد تنقنق فيها تاكلك بتاع 2 كيلو كده وانت مش واخد بالك، فتطلع كرشك مدلدل منك في اخر رمضان. بسم الله. اللي بالقشطه يا لهوي يا لهوي. لا لا بقول يا اخي اللي بالجبنه كتير خرافيه. انت ما جربتش اللي بالقشطه؟ البسبوسه يا جماعه مرمله على المظبوط. اللطيف في الموضوع ان السكر بتاع البسبوسه فوق الوصف والخيال الصراحه، السكر مظبوط على الشعره مش زياده. طبعا ده سلاح ذو حدين، ان انت ايه مش هتجز يعني هتاكل مش ايه جز مش هتجزع تجزع مش تجز تجز مش هتجزع وهتقعد تاكل فيها وربنا يسترها عليك. بمناسبه موضوع السكر، ان احنا كان بيجينا ناس كبار في السن كده عندهم سكر بقالهم فتره كبيره، وجم قالوا احنا عايزين بس ربع كيلو كده نجربه احنا الثلاثه. بقى كل يوم من ساعه ما جربوا السكر بقى يجوا عندنا كل واحد ياخد ربع كيلو يوميا. ما بيحصل لهمش اي حاجه. الناس اللي جت امبارح كانوا عندي. اقول لك على حاجه، العهد على الراوي وكباتن الجيم كلهم عندي. يوم ورا يوم. البسبوسه يا جماعه طعمها فعلا حلو وفي نفس الوقت سكرها خفيف، فتقدر تاكل منها كتير. هاديه يعني. عايز اقول لكم حاجه، ان الطبيعي لما بتشرب شاي مع البسبوسه ما بتحط السكر. انا حاسس ان الشاي مر لان السكر، البسبوسه فعلا كويس. الفكره مختلفه وفكره حلوه. هدوق دلوقتي البسبوسه اللي بالقرفه دي السنابون، بس خلينا نشوف ده المنيو بتاعتهم. انا قلت لكم العنوان وقلت لكم الارقام بس عشان حد عايز ياخد سكرين شوت ويحفظها. هو زي ما قال لنا استاذ مصطفى. شكرا استاذ مصطفى. ايه ده تاني ده؟ ايه ده بقى؟ عشان العظمه بقى. العظمه دي اللي هي فين؟ اللي هي اللي هي المدلعه قوي دي الجبنه. شكرا يا استاذ مصطفى. بس عايز الجبنه. تعالوا يا جماعه نبص برده زي ما باشمهندس مصطفى قال لنا من شويه. الاسعار 160 جنيه كل الحاجات اللي هي الفاخره اللي احنا شايفينها دي، والمصري الساده ب 80، والتركي الساده ب 110، والبندق المصري ب 100، والكنافات ب 120، والساده ب 80. يعني وزي ما قلنا هم عندهم اوبشنز كتيره، منهم اوبشن انه تو جو وانت ماشي كده تيجي تاخد علبه فيها كام واحده وتاخد معاهم قهوتك او شايك تنقنقهم في العربيه كده وانت ماشي. معا لحفظ دهون فخاد المصريين في مدينه نصر شارع الطيران تحديدا باذن الله. حبيبي يا باشمهندس، ربنا يوسع عليكم ويرزقكم. احلى فطار ده ولا ايه؟ ادوق بس السينابون وكفايه كده عشان ايه انا ما يجيليش كريزه سكر. لا 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 اكمل بس لا اكمل ايه كده. انا عايزك تدوق العظمه. لا العظمه حنفي بقى. حنفي في العظمه دي اللي بالقشطه. طيب دي اللي بالقشطه دي خليها على جنب كده. انت فين يا عظمه؟ بتاكلوا بسبوسه والسينابون في نفس ذات الوقت، والقرفه يعني في فراطه في الايه. بس طبعا ده عشان التصوير ولا؟ لا والله ده العادي. ده العادي. ما هي الصواني اهي موجوده يعني الصواني كلها قدامك. في فراطه في ال في ال في, ال في الحاجه اللي محطوطه على البسبوسه بصراحه، كميه كبيره مفيش بخل خالص في ال في الماتيريال يعني. ايه ده بقى؟ دي المدلعه قوي. المدلعه قوي؟ قوي. اللي هي بسبوسه وكنافه وقشطه وفستق. روح. هو ده البوكس بقى اللي ب 30 جنيه، انت معدي تقدر تاخد البوكس ده تختار منه 6 انواع بيحطوا لك في بوكس كده ب 30 جنيه. تقدر بقى تاخده وتطلب معاه بقى قهوه او شاي او كده وانت ماشي في الطريق. لو انت بقى راجل بقى بايع قلبك تقف عند الكشك تجيب واحده بيبسي، فانت كده يبقى يعني الله يرحمك بقى. ليه يعني ليه؟ هو بسبوسه وبيبسي فانت ده انت بقى في ميزه جامده بقى ان احنا لو كلت كيلو مش هتجزع. مش هتجزع. لا انا قلت كيلو استحاله ان انت هتجزع. اشهد بيها بصراحه. حبيبي حبيبي يا باشمهندس وبالتوفيق. حبيبي ربنا يكرمكم ويوسع عليكم. بمناسبه طبعا ان شرفنا النهارده حبيبي محمد. انا احب بقى الحته دي. أيوة. يعني الحته دي دايما بتبقى من الحتت المهمه عندي. الحتت المهمه في الفيديو يعني. ونورنا طبعا النهارده، وكان لازم سبب وجوده ان احنا نعمل عرض قوي للناس في رمضان، رغم ان الحلويات في رمضان مش محتاجه عروض، بس احنا لازم نعمل عرض بخصوص ان هو ايه نورنا النهارده. الله يكرمك. فهنعمل عرض ان هو خلال شهر رمضان كله اللي هيشتري كيلو ونص هياخد ربع كيلو هديه، واللي هيشتري 2 كيلو ونص هياخد نص كيلو هديه على اي حاجه موجوده في قلب المحل. ده يعني ربنا يكرمك. ده عرض الموسم. ده عرض الموسم. اللي هياخد كيلو ونص من اي حاجه من الثلاجه هياخد عليهم ربع كيلو هديه، واللي هياخد 2 كيلو ونص هياخد نص كيلو هديه من اي حاجه موجوده في بسبوستي مدينه نصر شارع الطيران قبل الكوبري بتاع التامين الصحي لو انتوا جاي من اتجاه صلاح سالم. يعني انا وضحت كل حاجه اهو. وش البنك الاهلي. وش البنك الاهلي الناحيه الثانيه. يعني واضحه قوي. هايلي ريكومندد يا جماعه. هايلي ريكومندد. مين هايلي؟ هايلي يعني فوق يعني. اصبر بقى في الناس فهماني. انا والناس احنا بنتعين. تمام. مين هايلي دي؟ انت كنت قاعد في الامارات هناك ما تتكلمش معانا بقى لو
سمحت. يا جماعه المكان ده هاي دي ريكومندد. المكان ده هاي دي ريكومندد، ارشحه بقوه. السلام عليكم.